ماناوس عاصمة الأمازون بالبرازيل. شنو ذكرني القارب بالضبط؟ نفس أجواء الأهوار مالتنا. أول شيء استقبلنا سوريزون. تعالي هسه هسه أكلت له. هلا وسويتي. شنو؟ صيد التماسيح؟ داك 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 داك. يعني باكر مرحبا. يا ماما. بعد الدودة الدودة. عبا يعني. يا 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 يا. ما بيها ولا طعم مو طيب. إيه بس تبقى دودة. بس احنا بالحدود البرازيلية ورايحين للأرجنتين. إيغوازو فولز واحدة من أكبر شلالات بالعالم. ورحنا يم الشلالات. ويم الشلالات. بالشلالات. طبعا بدون بدون سكينة. ينقص. بتلاعب أمي كلها خليها فيها؟ ممتنين على هذول الناس الطيبة اللي يخلونا كلش سعيدين. شلالات.